وشوشة. هتفضل شايل المعزة دي على رجلك كتير؟ قلت لك 100 مرة اسمها ندى ندى وندى مزاجها كده يا عم، بتحب تقعد جنب الشباك، مش زي ناس مش عارف تتصرف في عربية واقف عمال تعمل كده وخلاص. ندى شريف البنداري هو مخرج الفيلم، هو اللي كلمني، وهو الجيل اللي قبلنا من المخرجين المستقلين، فكان بالنسبة لي دي الفرصة اللي أنا مستنيها، إنه أنا أشتغل مع مخرج بيعمل عمله الأول وهو مخرج منتظر وعارف إنه أكيد الفيلم هيبقى كويس، وكنت موافق قبل ما أقرأ. إحنا حضرنا 3 شهور على الأقل من البروفات أنا وعلي كبروفات تمثيل، وكان جزء منها هو الشغل علي مع ندى، وطبعا كان في كاستنج مذهل لاختيار الندى المثالية، ولحد لما وقع الاختيار على هذه الندى. المخرج كان بيقعد يمقمق لها لحد لما لقى احسن مقمق، يعني كانت حاجه فعلا مخيفه. يعني ابراهيم وعلي هم وجهين لعمله واحده، هم الاثنين مفضوحين، لكن ده صاخب وده خافت. فابراهيم هو الشخص الملعون اللي بيعاني من مرض، لكن هو لا يرى مرضا لا يرى لعنه، وبيحاول يحل ده يعني. والصداقه في الاخر اللي بينهم اللي بتجمعهم، والرحله اللي بتجمع علي وابراهيم هي اللي بتعالجهم هما الاثنين. الناس ما بتفهمش يعني ايه يوجا، ما بتفهمش يعني ايه مديتيشن، تقول لك واحد بيلعب يوجا. هي اليوجا لا تلعب، هي تمارس، وانا بمارس يوجا وانا واقف معاكي، بتنفس، بتكلم، بفكر، بحس، فكل حاجه المفروض انها كده يعني. ف اليوجا ساعدتني ان انا اكون انسان احسن، واكون انسان اهدى، واكون بفكر بشكل اوضح، واكون اكثر سعاده. فده الموضوع يعني. المفترض ان انا فنان مش ممثل، مش مشغول بما هو مهني اكتر مني مشغول بالاثر اللي انا بتركه كفنان. فالاثر ده ممكن يبقى صادم، ممكن يبقى غريب، ممكن يبقى مزعج، ولكن المهم ان هو بيعمل حركه ما. لو الحراك ده مش الحركه يعني، الحراك ده ايجابي فليكن، لو ما كانش ايجابي كما اراه فبيبقى ممكن اكون اخطات او ضيعت وقت، وده بكتشفه وبعيد اكتشافه كذا مره، وبيتغير وبيتعاد تغييره كذا مره. ف هي تجارب كويسه. في رمضان الجاي في مسلسل لأعلى سعر، وفي مسلسل لا تطفئ الشمس، واحة الغروب عندي دور لطيف، وفيلم الليل خارجي مع احمد عبد الله بطوله ثلاثيه لذيذه جدا، وعندي دور برضو لطيف في الكنز للشريف عرفة. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org